الناس بتلاقي ملح الصوديوم يا دكتور في السوبر ماركت، بتلاقي انواع كتير من الملح، ايهما افضل؟ يعني مش بنتكلم عن اسم، يقول لك ملح. انا فاهم قصدك. احنا عندنا ثلاث انواع من الملح. حلو. ملح الطعام الرئيسي، وده اللي بيمثل للاسف اغلب الناس، وده اللي احنا دايما على دكاتره التغذيه بنقول عليه سموم بيضة. للاسف، لان هو بيحتوي على كميه صوديوم كبيره جدا. حلو. وبيعمل لي مشاكل في القلب، وبيعلي الضغط، ومتهم رئيسي في موضوع علو الضغط. الملح بس للاسف هم بيلعبوا في نقطه مهمه جدا، ان هو مدعم باليود. فدايما هتلاقي كيس الملح مكتوب عليه مدعم باليود، ملح يودي. اليود مهم جدا للغده الدرقيه. حلو. فهو بيسوى عن طريق النقطه دي. احنا هناخدك من النقطه دي وناخدك بقى للملح الصحي. هو الملح البحري او ملح الهيمالايا، جاي من مصدر طبيعي غني. ملح الهيمالايا غني جدا باكثر من 85 معدن. بس للاسف اليود فيه مش كبير. اليود فيه مش كميه كبيره، بس ولكن احنا نقدر نعوض اليود ده عن طريق المأكولات البحريه. ملح الهيمالايا تضربيه، تعمليه بالكبه، تدخليه في الخلاط، هيبقى ناعم. حلو. وهتستخدميه في اكلك، هيديك الطعم ونفس الفايده، بل بالعكس هيديني قيمه غذائيه اعلى بكتير، لان الملح التاني كلورايد صوديوم بس. احنا التانيين عندنا اكتر من 85 معدن جسمك محتاجهم، زي ما قلت لكم احنا بنمارس معلومه الملح الهيمالاي دي. معلش يا دكتور رامي بعد اذنك، او الملح البحري. الملح البحري الهيمالاي استخداماته، معلش، ده مهم. هو قليل باليود على فكره، هو قليل باليود، بس انت تقدر تعوض ده عن طريق الاكل البحري، عن طريق انك تاكل جمبري البحريه، سمك، ده غنيه باليود. غنيه باليود، بالاضافه لملح الهيمالاي انت استفدت منه. حلو. على مدار يومك، وفي نفس الوقت فت الجهاز العصبي، لان الصوديوم ده زي ما قلت لكم يا جماعه مهم جدا. احنا هيقول لك امنع ملح، لا، مفيش حاجه اسمها امنع ملح.